نظمت جمعية الأورمان قافلة طبية علاجية في إطار جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بمحافظة أسيوط. واستهدفت القافلة الكشف الطبي على 500 مواطن من غير القادرين والأولى بالرعاية بعدد من قرى المحافظة، وذلك انطلاقا من حرص واهتمام الدولة المصرية بالنهوض بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا، وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الطبية المناسبة لرفع المعاناة عن كاهلهم. القفلة النهاردة تعد القفلة الثالثة لينا في شهر أغسطس. بنستهدف في خلال الشهر الواحد لأكثر من 2500 ل 3000 أسرة أو مريض، بنقدم له الخدمة على أفضل وجه بيرجوه المريض. بالنسبة يعني أول حاجة بنبدأ معاه بانتقالاته من البلد أو النجع أو القرية بتاعته، بناخده بنروح بالمستشفى بنقدم له الخدمة المطلوبة من كشف، من علاج، من تحاليل، من أشعاعات، بالاضافه لان احنا بنتابعه كمان لو كان عنده عمليات جراحيه او عمليه بتستلزم ان احنا نتدخل فيها بنتدخل، بالاضافه كمان ان احنا بنعمل جميع عمليات القلب، لو محتاج كرسي متحرك، لو محتاج سماعه طبيه، جميع التدخلات الطبيه احنا بنقوم بيها على اكمل وجه. احنا كمرضى بنيجي لمستشفى الازهر ذهابا وايابا على حساب جامعه الاورمان، ما فيش حد بياخد مننا فلوس، ما حدش بياخد مننا مقابل مادي، لا سواق ولا غير سواق. وكذلك العلاج بناخده من الصيدلية مجاناً.